السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. هنا عندي هاد النخلة، أريد أن أنزع عنها هاد الفسائل اللي تكون ملتصقة في الكرناف، يطلق عليها اسم أفكر في الجنوب الجزائري، ويطلق عليها اسم الراكوب في المشرق العربي. نزع هاد أفكر سهل جدا، مرات حتى أنك تنزعه بيدك فقط، تحركه قليلا وينزع معك، ومرات يكون ثابت يحتاج للضرب. هنا راح نضربه بهاد المسحة من الجهتين، وهذا أفكر طبعا لا يغرس، تستفيد منه فقط في أكل الجمار اللي فيه. نضربها بهذا الشكل من الجهتين حتى تنزع، ونزعها سهل جدا. هي هاد الركوب نفسها هي اللي تصبح فسيلة، لكن عندما تنزل العروق وتنزل إلى الأرض. هنا رايت نزعت معايا اول افكر، كما قلت لكم يؤكل الجمار نتاعو فقط. هنا بعد اللي قلعت اول واحد، لازم هذيك الحفره اللي بقات نملاها بالتراب جيدا، ولو ملأتها بالطين يكون افضل. نواصل نزع هادو فكران كلهم بهذه الطريقه، وهادو فكران يقومون بإضعاف النخلة أو التضييق على النخلة، لذلك نقوم بنزعهم حتى يخلوا المجال للنخلة إنها تستقيم في مكانها. إن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه كالعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.